السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت لكم أسئلة وزارية لغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط، واني هم كاتبة عدة يعني نماذج وعدة مرشحات وحالة يعني شرح الملخصات وزارة التربية وشرح الكتاب كله، يعني موضوع موضوع الأزمنة وشرح التنقيب، شرح القطعة الخارجية وشارحة التوصيلات لست A ولست B أو التعاريف منزلة والإنشاءات، ويعني الكتاب كله منزلته، حتى التمارين المهمة منزلتن كل يونت أو شنو التمارين المهمة. فراح أخليكم الروابط بصندوق الوصف، وأول تعليق يعني وجاي أنزل على المنتدى الروابط، تقدرون يعني تروحون على المنتدى، وراح هم راح أنزل على التليجرام يعني الروابط، يعني كلها شارحتها. وهاي بس سويت هذه الأسئلة، يعني سويت هذا الفيديو خاطر أقول لكم على مود الروابط، لأن تقولوا لي بالتعليقات ستنزلي لنا أسئلة وزارية. يعني إحنا صارنا هواية هاي الفترة، صارنا هواية جاي نراجع الكتب الثالث، فيعني كملت كل شيء، بس هذا الفيديو سويت لكم إياه فيديو بسيط منوع، خاطر اقول لكم يعني تكتبوا لي بالتعليقات اريد تنزلينا، خاطر يعني اقول لكم على الفيديوهات راح انزلها الروابط بصندوق الوصف، وراح انزلها قلت على المنتدى وعلى التلي، تابعوني. هنا عندنا اول سؤال، هاي الساعات تيل ذا تايم، الساعات مثلا عندك بثمانية ضبط، شو تقول اول مره الساعه وبعدين الضبط؟ نقول اتس 8 o'clock، مو لا يعني احتمال السبعة ستة ات سفن أكلوك. إذا جتي بثلاثة وخمستاعش، ثلاثة إحنا ما عندنا ساعة 13، عندنا لحد 12، فراح ننقص 13، راح ننقص يوم 13 من 12، موش قد عندنا واحد، إذا نقول it's 1:15، it's 1:15، it's 1:15. 3 it has a beautiful shape you'll love it really quite. هنا عندنا الموضوع كامل، أنا مخلية هذا يعني شارحة موضوع really quite حقا ونوعا ما. فما دام عندي A، قلت لكم الـ A والآن نختار لها really. الرابعة he's lazy he's a lazy more polite، يعني هذا وصف مؤدب، هو كسول يعني شو نقول بس كلمة أبت، باعوا من كلمة بولايت تحطون أبت. هاو أباوت الاقتراحات، ما دام عندي هذا الأداة هاو أباوت ياخذ لها فعل زائد اي ان جي جوينج. اي لايك، ها ما اخذت لها هنا لايك، نختار لها إضافة اي ان جي فعل اي ان جي، ما دام عندي لايك نختار، بس تشوفون لايك خلوا فعل زائد اي ان جي. زين سابعا وير وود يو لايك، هنا عندنا الهم الاداه وود يو لايك، وود يو لايك تو جو اختار لها، ما دام عندي وود يو لايك اختار لها تو جو. Yes, let's. ما دام عندي let's نختار لها go. فعل مجرد خالي من أي إضافة. Let's play tennis. Accept. يعني أوافق. أوافق. لازم تخلون yes let's هنا محلتها. لازم تخلون yes أوافق. وتنزلون كلمة let's. Yes, let's. زين invite الدعوة to invite you a friend to come to the school party. دعوة حفلة بالمدرسة، يعني تعال نقول would you like، يعني هو مخصص الأداة تختار would you like، أقول would you like to come to the school party، بس تخلون would you like وعلامة استفهام لا تنسوها. She plays basketball every day negative، هذا بيا زمن ما قايل اللي بين قوسين يعني بزمن المضارع المستمر الماضي البسيط الماضي التام، ما قايل لي شوفوا شلون ابا اول مره نيجاتيف نفي. شي بلايز، شي وفعل بي اس، ها
هذا المضارع البسيط present simple، المضارع البسيط. شو نقول ما دام بالنيجاتيف؟ إذا إجا شي doesn't، وإذا إجا I و they و we نخلي don't. فهنا اي don't، وإذا شي نقول she doesn't play. يعني ما دام عوضت doesn't إذا الاس أحذفها، مجرد can doesn't و can didn't أو don't. 12 عندنا شي بلايد باسكتبول لاست داي، هم هنا ما قايل لي، هم يريدها بالنيجاتيف وما قايل لي بيا زمن. شوفوا باعوا كلمة لاست، ماضي بسيط وإضافة إيدي. شوفوا هنا دليلي المطيكم عيوني نيجاتيف، شي تخلون شي ديدنت بالنيجاتيف ديدنت، والفعل إذا بي إيدي أجرده عوضت بديدنت. Many animals are useful to ours as. هنا عندنا نخلي as، نخلي as ليش؟ لأن إجته حرف جر. The Bedouin used falcons to catch bears for food. There. عندي falcon صقر اسم، هذا شو نخلي؟ نخلي there. يعني يستخدم التملك. هذه الـ15 كلش مهمة ووزارية. اف الشرطية نخلي عليها مهمة. اف الشرطية دائما يجيبوها. if I had، وخاصة هاي الجملة last of money I am willing to buy a new car. ما دام عندي money نخلي would، نخلي نقول if I had lots of money would buy a new car. 16 he comes لو كم لو will لو كم، بدون ما تكملون الجملة ما دام عندي هي نخلولها comes. ليش؟ لأن هنا عندي فعل هذا زائد s بالمضارع البسيط present simple. هاي خلصا القواعد. نجي على اليمن التنقيط، اعطيتكم 2 ألي بلاي فوتبول إيفري داي. نقول أول حرف من كلمة ألي الاسم، وهاي تنزل الجملة. ما بادية بأداة استفهام، خاطر أقولها أداة استفهام، إذا بادية أخلي وإذا ما بادية أخلي نقطة. They boy went to Hilla didn't he do. بعشوف هاي جملتين سؤال وجواب. أول كلمة أول حرف من الكلمة الأولى كابتل تنزل هلا الهلا الحلة كابتل، بعدين أخلي بين الحلة وبين didn't فارزة، didn't كم وفارزة وهي لهنا لهنا. شوفوا لهنا ينتهي السؤال، خلي علامة استفهام، بعدين أقول yes وفارزة he did وخلي نقطة. يعني سؤال وجواب هاي مهمة. لست A ولست B توصيلات، قاعدة أو فيديو كامل أنا مخليه على التوصيلات. go يذهب، شنو اختاريت بي to the cinema. go اذهب الى السينما. write اكتب، وين الاي letter رسالة. spend يقضي the morning time وقت الصباح. watch يشاهد tv. h play يلعب a game لعبة. have يتناول النزهة picnic. التعاريف هاي كتبت لكم اياه، هذا التعاريف كتبت لكم تقريبا 12 نقطة وانا هم منزلة التعاريف هاي، حفظوها حفظ التعاريف. شوفوا يام وهذه، وإن شاء الله التوفيق.